بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ارحمكم الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من سورة الشورى الآية 20، قال ربنا عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. يا شيخ رضا، أخ رضا تفضل. لا مشيت، تفضل يا شيخ. أم لهم شركاء شرع شركاء شرع اختفى ما لم الصالحات.
أحسنت بارك الله فيك. عجبني أول لفظ بتاعها كده، قل أسألكم عليه أجر، وبعدين بدأ إلا المودة في القرب، ده وقف ما فيهوش إلا الناس التقال. ربنا يبارك فيك. قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه. الحرث أي العمل، فالذي يعمل الآخرة فإن الله تعالى يكافئه على هذا العمل بأن يكثر له ثواب وأجر هذا العمل، فإن أجر الآخرة يكون مضاعفا، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وثبت أن الله تبارك وتعالى يربي صدقة أحدكم، يربي أي ينمي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، الفلو اللي هو الفرس الصغير. فهناك أناس يعملون للآخرة، فالله تبارك وتعالى يزيد لهم في خيرهم ويعينهم على ذلك الخير ويكافئهم عليه بالكثير. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، حرث الدنيا مع قلته، فمن أراد الدنيا وكان منتهى همه الدنيا فإن الله تعالى يعطيه منها كما يعطي لهؤلاء الكافرين، أما في الآخرة ليس له من نصيب. أم لهم شركاء، هذا في حال المخالفين لشرع الله عز وجل من الكفار والمشركين الذين اتخذوا الأنداد والشركاء من الإنس والجن، فهؤلاء يقول ربنا عز وجل مستنكرا حالهم وفعلهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الذي أذن الله تعالى به أنه بين الحلال وبين الحرام، فالدين أتى بتحليل الحلال وتحريم الحرام. أما هؤلاء الشركاء فإنهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، إنهم يحلون الربا وقد حرمه الله، وإنهم يحلون الخنزير والميتة وقد حرم ذلك ربنا عز وجل، كما أنهم يحرمون بعض ما أحل الله فيجعلون إبلا يعلمون عليها ويسمونها ويحرمون ظهورها أو أن يؤكل من لحمها، مع أن الله تعالى أباح أكل لحمها وركوب ظهورها، فإنهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. حتى أصحاب المناهج النظرية الأرضية يحاربون الله تعالى في شرعه، فعل ذلك ماركس وإنجلز وغيرهم من أصحاب النظريات الرأسمالية أو النظريات اليسارية الفاسدة، كلهم حاربوا شرع الله عز وجل، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. حتى هذه الديمقراطية المجرمة الكافرة هي أيضا تمشي على هذا الدرب، فالله تبارك وتعالى لم يحل أن يكون الرجل كالمرأة، فقال ربنا عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. أما في دين الديمقراطية الرجل كالمرأة، والله تبارك وتعالى قال في غير آية مبينا أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما في دين الديمقراطية
فإنهم يساوون بين المسلم وبين الكافر. في شرع الله عز وجل إن الحكم إلا لله، أما في شرع الديمقراطية إن الحكم إلا للأغلبية، فهذا كله أيضا من جنس ما لم يأذن به ربنا عز وجل. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. كلمة الفصل أن الله تعالى أمهلهم، ولولا الإمهال الذي قضاه ربنا عز وجل إلى أجل مسمى لقضي بينهم، أي لعجل لهم العذاب، وإن الظالمين عند الله تعالى لهم عذاب أليم. فعندما ينقلبون إلى الله يجدون العذاب الأليم، ويبين ذلك ربنا عز وجل بقوله: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، وهذا في عرصات يوم القيامة، في ساحات يوم القيامة، عندما ينظرون أيمن منهم أو أشأم منهم أو أمامهم أو خلفهم لا يجدون أمامهم إلا النار التي كانوا يخبرون عنها فكانوا يكذبونها ولم يعملوا للهرب منها. عندما يرون هذا، وهذا جزاء صنيعهم وعملهم، تجدهم والعياذ بالله مشفقين مذعورين من هول ما يرون. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ذعرهم، هلعهم، خوفهم لن يغني عنهم فتيلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، تجد دائما الاقتران بين الإيمان والعمل الصالح. الإيمان يمكن لأي إنسان أن يدعي الإيمان، ولكن المحك الذي تظهر به وفيه الحقائق العمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يا إلهي، انظر في روضات الجنات، روضات الجنات، الروضة المكان شديد الخضرة، شديد الخضرة، الخصب الذي تبدو عليه ملامح النعمة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يعيشون في هذه الجنان المرتعة بالخير والنعمة، لهم ما يشاءون عند ربهم يا إلهي. هناك بعض الآثار أن أحدا من المؤمنين لو تمنى شيئا لوقع في الحال. يعني افترضنا مثلا واحد كده قاعد على الأريكة في الجنة ويتمنى مثلا طير مشوي، في اللحظة يجد قدامه طير مشوي. تمنى قطف عنب، يجد القطف العنب يتذلى ليأكل منه يا إلهي. يعني كل ما تشاء ستجد، كل ما تشاء ستجد، وهذا جزاء لك على كسبك القليل الضعيف الذي صنعته في الدنيا. احنا طاعتنا وعبادتنا في الدنيا دي تطلع ايه؟ لا شيء. ومع ذلك فإن الله تعالى يكافئ عليها بالمكافأة العظيمة، بالمكافأة العظيمة. وهذا لأن الله تعالى شكور. إذا كان من جنس البشر رجل شكور فإنك تجد شكره هذا في معاملاته، تجد أنه نبيل، وأنه عندما يجازي على قدر الذنب، وعندما يكافئ فإنه يكافئ من واسع، وهذا لأنه نبيل، فما بالك برب العالمين. ولذلك قال ربنا عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، نعيما وملكا كبيرا. نسأل الله تعالى الجنة.
ثم قال ربنا عز وجل ذلك هو الفضل الكبير، ذلك للدلالة على أنه موجود بالفعل، أي ما أعد الله تعالى للمؤمنين من الجنان هو موجود، هو موجود. فالإشارة لا تكون لغائب وإنما تكون الموجود، ذلك هو الفضل الكبير. وضمير الفصل هنا للتأكيد، يمكن يقول ذلك الفضل الكبير، ولكن أتى بضمير الفصل لمزيد من التأكيد. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انظر أيضا رجعنا إلى الإيمان والعمل الصالح. وعندما يذكر الله تعالى الجنة ونعيمها ثم يؤكد حصول ذلك للمؤمنين، ثم يثلث بعد ذلك بأن الذي يحدث لهم ده بشارة، فطالما ذي بشارة يبقى تتحقق ولا تتخلف؟ تتحقق. إذن هذا دليل أيضا على تحقيق ما أعد الله تعالى للمؤمنين. ذلك الذي يبشر الله عباده، عباده من عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كثير من الناس لا يعملون إلا بأجر، وكلما زيد لهم في الأجر زادوا في العمل، وكلما زادوا في العمل زيد لهم في الأجر. مسألة تلازمية، مش ده حاج رضا؟ يعني أنت لو جبت عمال قلت لهم اشتغلوا لغاية الظهر وهدي كل صنايع 20 جنيه، اشتغلوا لغاية العشاء، تعمل لهم إيه؟ تزودهم. طب لما أنت تزودهم هم متصورين تديهم 25 جنيه، إدت لهم أنت 50 جنيه، يبسطوهم أكتر، يعملوا هم إيه؟ يشتغلوا أكتر، تزودهم أكتر، يشتغلوا أكتر، وهكذا، وهكذا. فما بالك برب العزة والجلال؟ فلما ربنا عز وجل يكافئ على الطاعة القليلة المكافأة العظيمة، ويبشرك بذلك ويؤكد ذلك، يبقى المنتظر تعمل ايه حضرتك؟ تأثر ولا تزداد في الطاعة؟ تزداد في الطاعة. يعني ربنا عز وجل بشرك بالجنة إن أطعته، وأكد لك ذلك ووعد المؤمن بذلك. ثلاث حاجات: الوعد والتأكيد والبشارة. يبقى المطلوب ان انت ايه؟ تجتهد في الطاعة لتنال ذلك الخير. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى بدعوته لم يتصور المشركون أن يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاجتهاد وأن يصبر هذا الصبر من غير مقابل. إزاي؟ غير مقابل كده؟ يقعد يقرأ قرآن ويدعو الناس وينتقل هنا وهناك ويعرض نفسه على القبائل ويروح بعد كده الطائف ويرجع تاني مكة، الجهد الكبير ده كله مفيش أي مقابل خالص. فقال ربنا عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم أجرا على قراءة القرآن ولا بيان الدين ولا تعريف الناس بربهم سبحانه، إلا أفضل ما يمكن أن يكون في إلا أنها تحمل على معنى الإضراب، أو تحمل على معنى لكن للإستدراك. والتقدير قل لا أسألكم عليه أجر، خلاص انتهى الإيه؟ يبقى أنا مش عاوز منكم أيها المشركون أي أجر، لا أريد منكم أجرا، لكن المودة في القربى أريدها، لكن المودة في القربى أريدها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بطن في مكة إلا وله فيها قرابة، وأفضل القرابة هم من كانوا من نسله صلى الله عليه وسلم، أي من أولاده كأولاد علي رضي الله تعالى عنه.
كأن في هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن نود قرابته، والمقصود بالقرابة هم أهل الطاعة من قرابته، أهل الطاعة من قرابته. لكن لو إن هناك ناس من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وعصاة أو قد مرقوا عن الدين، لا مودة له ولا ذمام له ولا حق له، ما نقولش إن دول من آل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكفر يقطع ما بين الرجل وبين المودة. آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عرب ومن عجم، أو من عجم ومن عربي. لو لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. أبو لهب ده هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك انقطعت مودته. ومن يقترف حسنة، أن يعمل حسنة، نزد له فيها حسنا نكافئه عليها. والحسنة من بركتها أنها تدعو إلى الحسنة، يعني كل حسنة سبحان الله تجر حسنة، والحسنة الثانية تجر حسنة ثالثة، والحسنة الثالثة تجر حسنة رابعة، وهكذا دواليك سبحان الله. تتوضأ دي حسنة، تتوجه إلى المسجد ده حسنة، انت ماشي في الطريق تقول لواحد تعال نروح نصلي ادي حسنة، تدخل المسجد حسنة، تصلي ركعتين حسنة، تسمع مجلس علم حسنة. انظر حسنات كلها يجر بعضها بعضا، وهذا من فضل الله عز وجل. ويمكن ان يكون لك وجه ان زيادة الحسنات بالحسنة عندما يعينك الله تعالى عليها ويهيئ لك أسبابها، يبقى ده برضك إيه من توفيق الله، فتزداد هذه الحسنة. إن الله غفور غفور لذنب عبده إذا تاب ورجع، شكور لطاعة عبده وإن قلت. سبحان الله، يبقى أنت لو أذنبت ربنا بيغفر، ولو انت اطعت ولو طاعة قليلة ربنا ايه يشكر سبحان الله. نسأل الله تعالى ان يرزقنا طاعته وان يجعلنا من اهل الخير.